بعد الاستدعاءات المتكررة بحق المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء أخيرا من قرر رفع الصوت بشأن حرية الإنترنت في لبنان. مؤسسة مهارات وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان هما من قررتا القيام بالخطوة الأولى، فنظمتا لقاء في بيروت لمناسبة إطلاق مبادئ حرية الإنترنت في لبنان، وذلك برعاية المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات إجمع، حضرته نخبة من السياسيين وممثلي وسائل الإعلام وقطاع المعلوماتية والاتصالات والمجتمع المدني ودبلوماسيون وأكاديميون. الحضور اطلع على ورقة مبادئ حرية الإنترنت في لبنان والمنبثقة عن اجتماعات التحالف اللبناني لحرية الإنترنت، كما شاركوا في احتفال إطلاق هذه المبادئ والتوقيع عليها. هذه المبادئ التي جاءت في سياق الإعلانات والمواثيق والحقوق المعتمدة عالميا، إنما هي ثوابت ومبادئ عامة يتم الرجوع إليها للتأكد من أن التشريعات أو المراسيم أو القوانين التي تتعلق بالإنترنت لا تتعارض مع أي من هذه المبادئ. ما من واقع يبرر أن تقوم أي جهة إدارية بمراقبة مضمون الإنترنت وحجب المحتوى بمفهوم الدولة البوليسية. هذا ما يوقعون عليه، فهل يمكن أن يلقى ذلك صدى في دولة أوقفت عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة تطلق عليها مسمى الجريمة المعلوماتية؟